طرفانة النهاردة في مساء دي ام سي الفنانة الجميلة البنوتة الحلوة اللي عاملة مشاكل كتير رنا رئيس. ازيك يا رنا؟ الحمد لله، عامله ايه؟ انا تمام. ايه الانترو الحلوه قوي دي؟ انتي حلوة فعملنا لك انترو كمان حلوة قوي. حبيبي كنت بقول قبل ما نبتدي انه رغم ان انتي سنك صغير، يعني انا اتخضيت ان انتي مخطوبة ده مبدئيا، لان انا فاكراكي لسه صغيرة جدا. انتي صغيرة اصلا قوي، فكنت فاكراكي اصغر ما انتي صغيرة. بس عملتي حاجات حلوة وعاملة دوشة كده في السوشيال ميديا دلوقتي، احكي لي ايه الحكاية؟ والله انا زيك اتخضيت. اوكي لا اتخطبت وانا صغيره، بس يعني حلو حلو يا حلو الحمد حلو. لله. بس السوشيال ميديا انا اصلا ماليش في السوشيال ميديا. بجد يعني انا بحاول اتواجد، اللي هو علشان خلاص هو عشان السوشيال لازم ميديا لازم اكون متواجده، بس انا اصلا ماليش فيها. بس فجاه اللي هو لقيت جدال كبير، ايه يا جماعه انا عملت ايه؟ واحده واحده في ايه؟ بس لا الحمد لله، يعني انا بحب، يعني عندي بتزعلي احساس. يعني؟ انت بتبقي داخله عمل والسوشيال ميديا هو اللي بيقول لك رد الفعل على العمل ده، اذا كان الناس حابه الناس اوكي متضايقه. لو دخلتي عمل ولقيتي ردود الفعل الناس بيضايقك، ده ولا اديكي بتتعلمي، ولا انت عادي مقتنعه باللي انت بتعمليه؟ بصي هقول لك حاجه. انا يعني بالنسبه لي الشارع بيعرفني اكتر النجاح. يعني لما بنزل الشارع بشوف حب الناس حقيقي، اللي هو يعني هم واحنا وشهم في وشك. وشهم في وشي، بحس قد ايه بجد المشاعر طالعه صادقه. السوشيال ميديا حد بيكتب حاجه من ورا شاشه برافو انا مش عليك. شايفاه، بس في ناس انا تو بي اونست انا يعني انا يعني بقرا الكلام فباخد بالي. يعني مثلا ممكن حد يخش يقول حاجه فادخل اشوفها الاقي ان هو فعلا كان عنده حق، فلا لازم اخد بالي منها. ففي انتقادات بتبقى حلوه جدا، بس في انتقادات تانية اللي هي بقى ايه، بتبقى بشكل شخصي او شتيمه بشكل شخصي. هو مش حبك او مش عايزك او مش مقتنع بيكي فيبتدي يهينك. في اهانه، فاللي هو ليه انت ما تعرفنيش ولا انا اعرفك، ليه اهانه؟ يعني احنا دي ممكن نقول هواية راينا هوايه. دي حاجة كده. يعني يعني انا يعني كان دايما، يعني انا مثلا جات وقت اللي هو انا برضو يعني في الاخر بني ادم عنده مشاعر، بتتضايقي. فممكن اتاثر شويه بحاجه. بعد كده اللي هو اجي اقول طب انا اتاثرت ليه يعني؟ فقالوا لي يعني اتقال لي جمله وحقيقي، يعني ده حقيقي استغفر الله العظيم، بس ربنا الناس في ناس كتير قوي اختلفت، وانا بالنسبه لي لا ربنا موجود الحمد لله. يعني فانتوا مفيش شخص مفيش حد مش هيختلف عليه، بس انا الفكره ان الضجه اللي حصلت مره واحده بلا اي مبرر، طب شكرا يا جماعه انا ناجحه جدا ميرسي.